حلقتنا بتكفي وموعد ثابت كل تنين أربعة وجمعة. هلا نهار الجمعة ما رح يكون في مريم لأنه رح تغطي مهرجان فاس، رح ناخذ تفاصيل منها. صباح الخير مريم. صباح النور. منبلش بالكتب ولا بالمهرجان؟ لا بالمهرجان. يلا المهرجان أيمتى منطلق الجمعة؟ المهرجان منطلق الخميس. الخميس. لأنه بيبدأ نهار الجمعة ب 13 الشهر مهرجان الموسيقى الصوفية بفاس بالمغرب إلي. نعم نعم. رح بيكون في مشاركة لعبير نعمة من لبنان وعدة فنانين. صحيح صحيح صحيح. أيمتى بترجعي؟ رح ارجع التنين بالليل، يعني بكون بنهار الاربعاء مع فقره كتاب. اوكي يعني رح نروح علينا فيلم نهار الجمعه. صحيح ممتاز. بس كمان رح نشوف تقارير من المهرجان. صح حلو. صح مريم تفضلي اول كتاب. اذا اليوم الي وجوال رح نتعرف على الكاتب التشيكي ايفان كليما، هالكاتب يلي على الرغم من اهميته الا انه تاخرنا عربيا لنتعرف عليه، ترجمه كتبه الى اللغه العربيه تاخرت نسبيا، وهالشيء مستغرب لأنه كليما هو أحد أبرز الروائيين التشيكيين ومنه أبداً أقل شأناً من الكاتب التشيكي الشهير ميلان كونديرا، وكان أيضاً شاهد على أزمنة صعبة وقاسية ولكن ما قدر يشتهر غربياً وعالمياً مثل كونديرا. اليوم رح نقدر نتعرف على إيفان كليما بفضل دار التنوير يلي ترجمت حديثاً روايتين له، الأولى بعنوان حب وكمامة والثانية هي أحدث ترجمة لكليما وهي بعنوان لا قديسون ولا ملائكة، والترجمة لإيمان حرز الله. بلا قديسون ولا ملائكة، براغ بعد ستالين، الحياة والموت، الفاشية والنازية والفساد، هن المواضيع يلي عالجن كليما بهالرواية. الرواية تروي مأساة الديكتاتورية وتأثيرها على مختلف شرائح المجتمع. من خلال هالرواية منطلع على حياة ويوميات ومخاوف شخصيات عاشوا ببراغ خلال النص الثاني من القرن العشرين، والقصة هي قصة طبيبة أسنان كريستينا ولدت يوم وفاة ستالين، أي بالتاريخ يلي شكل كارثة لولدها يلي أمضى حياته مؤمن بأنه الشيوعية هي الخلاص من جحيم النازية. كريستينا ربيت بكنف والد طاغية مارس ديكتاتوريته مع عائلته بأبشع صورة، وكان لتربيته الصارمة دور بتشكيل شخصيته وبتشكيل شخصية بنته الناقمة على المجتمع. إذا فتور العلاقة بين الوالد وبنته جعلها تنتقم منه بأعمال كيدية، ردة فعلها كانت على صرامة والدها الستاليني النهج بأنها غرقت بالعلاقات مع الرجال وترددت إلى علب الليل، وامتدت مأساتها إلى ما بعد زواجها، أجبرت على الخضوع لزوج بخونة إلى أن انتهت علاقتهم بالانفصال. باختصار شخصية هالرواية ضعيفة ما قادرة تتحرر من الديكتاتورية، بتحلم بحياة طبيعية ولكنها بتلاقي حالها غارقة من جديد بمستنقع الستالينية ووثائقها ومخابراتها. يلي بريد يتعرف على إيفان كليما في يبدأ بقراءة لا قديسون ولا ملائكة أو بيبدأ بقراءة حب وقمامة، رح تكتشفوا بهالكتابين روائي من الطراز الرفيع وروائي يستحق شهرة عالمية كتير كبيرة. نعم مريم، هل الرواية هي تأريخ غير مباشر للأحداث السياسية والتاريخية بهديك الفترة؟ أكيد من خلال القصة والشخصيات. نعم جوال، لا هي أبدا منا تأريخ لأحداث تلك الفترة، ولكن حضور الأحداث التاريخية بالرواية أتى نتيجة كونها عوامل تكوينية لشخصية الرواية وعلاقتها ومصائرها الشخصية. لا قديسون ولا ملائكة هي رواية التاريخ الشخصي لشخصيات الرواية، كل واحد من شخصيات هالرواية قام بتأريخه النفسي والفلسفي، واستخدم كمادة لهالتأريخ الزمن الاجتماعي العام وحوادثه الكبرى، يعني النازية الستالينية الشيوعية ومآسيها وانعكاسها على الأفراد. مريم إذا بدنا نجرب نعمل محاولة إسقاط يعني من الرواية على واقعنا، واقع شخصية نعم. الرواية ومعاناتها مع الاستبداد والديكتاتورية حتى بعد سقوط الستالينية، إلى أي مدى بيشبه الواقع العربي اللي عم نعيشه اليوم؟ أو هيك بسؤال بسيط، قدي معاناة الإنسان بهالأرض بتشبه بعضها وبتتلاقى مع بعضها؟ صحيح إلي، القارئ بأي زمان أو مكان بيقدر يلاقي حاله بسير شخصيات هالرواية. الرواية بتحكي عن الأثار يلي بتتركها المآسي التاريخية على المجتمع وأفراد المجتمع، وكيف بتمتد هالأثار على امتداد عقود، وبيصعب محو آثارها على الأجيال القادمة. أي قارئ عربي بيقرأ هالرواية بيشعر بأنه
هالرواية راهني وبلاقي بأنه واقعنا العربي شبيه جدا بتلك المرحلة، لهيك اخترت هالرواية اللي على الرغم من مرور 13 سنة على صدورها إلا أنها تعطينا صورة طبق الأصل عن مستقبل الأجيال العربية. نعم نعم. فإذا مريم نشكرك لليوم، نتمنى لك سفرة حلوة وموفقة وإن شاء الله تنبسطوا بالمهرجان. مرسي جوال، نشوفك الجمعة الجاي نهار الأربعاء. حلقتنا رح بتتابع وتحت عنوان السلام تمحورت لوحات ومجسمات الطلاب يلي اختاروا انه يعبروا من خلالها عن نظرتهم واملهم بالسلام. هن طلاب مدرسة الحديد الثالثة يلي شهدت على معرض ضم اعمال تلاميذ بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتقرير بيعطينا لمحة اكثر. مجسمات، رسوم مركبة ولوحات على مساحة طابق بمدرسة الحرير الثالثة بمعرض سنوي جرت العادي على إقامته لفتح المجال أمام التلاميذ للتعبير عن ما يجول بخواطرهم. رسمته بتفرج إنه أولاد عم يمسكوا إيديهم عشان بدهم يحققوا حلمهم على السلام بلبنان وبين الدول التانية. اشتغلنا على عدة أفكار أكثر من السلام، في التعاون، المسامحة، القتل، الحرب، لأنه ما فيك تفكري بمفهوم الأبيض بدون الأسود. بيت مضروب إنه عم بيتعذبوا كتير أهالي يلي بقلبوا بس عشان عندهم اختلاف بالآراء. رسمات طايرين بالهواء ورسمات عم بيعبروا عن السلام، قديه هن بوضع ستريس وقديه هن عم ينفذوا عن هالشي. بتحسوا اوقات في كل موضوع معين في تكنيك معينه. المدينة، القرية أو الشارع المشاع بالحياة، مضامين جسدت بلوحات خيالية وواقعية بتبشر بمستقبل موعود. الكفاءات البشرية المتواجدة في لبنان تدل على أنه يستطيع أن يعود إلى ديناميته المعروفة تاريخا. خلينا مجالاً نعبر عن حريتنا بطريقة كتير حلوة. يعني ما تخيلت بنتي تعمل هيك شيء، البيت ما بيطلع منها. انفجار كأنه الوحش وعم نهرب وما في حل كان. بدل أنه لازم نتواصل مع الغير، ومن دون التواصل ما فينا نحن نعيش. عملت رسمتين ضد بعض عشان أجي أنه قدي فيها المرأة تكون سعيدة إذا بيعطوها حقوقها، أو قدي فيها تكون تعيسة إذا ما عملوا هيك. حلقتنا بتكفي وصار وقت نستقبل ضيفتنا لليوم جولي شرفوب خير الله. اهلا وسهلا فيك جولي. جولي او جولي؟ جولي جولي جولي، حلوه مثل اسمها. حلوه جولي. سينك فور لوف هو عنوان الكونسير يلي رح يصير بكنيسه مرمرون الجميزه نهار الجمعه. هالكونسير يلي فيه تراتيل وفيه اغاني بيعود راعه لبيت الراعي الصالح بمنطقه برمينا، مزبوط؟ عين سعادة. عفوا، خلينا نحكي عن الكونسير، كيف خلقت فكرته والراعي ليش راح لهالمركز هيدا؟ اوكي. هو البيت الراعي الصالح تعرفت عليه كمان بالصدفة بكريسمس الماضي اللي قطع. طلعنا جروب جان على هالبيت الراعي الصالح. هن بالعادة بيعملوا كل سنة بيجتمعوا جروب جان، بجمعوا مصاري وبيطلعوا لهم جيفتس للولاد وبيعملوا لهم انيماسيون وبيغنوا لهم لكريسمس.
سو هالسنه طلعت معهم وتعرفت على الاولاد وعلى السيدات الموجودين فوق بالبيت الراعي الصالح، وكانت اكسبيريانس كثير مؤثره. فراحت الخبريه بعد، بس خلينا نقول انه هن بيهتموا بالنساء والاطفال عندهم اوضاع اجتماعيه صعبه وخاصه جدا. مزبوط. وبس ترجع قبل ما ارجع لحديثي، هن ان بلس اللي بيهتموا يعني من كل الطوائف ومن كل الجنسيات مش بس لبنانيه. دونك هيدي الفكره صارت انه بعد شي شهرين من هيدي الفيزيت كنت هيك عم بحكي أنا وصديقة مقربة لإلي، قلت لها أنه عبالي كتير أنه نعمل شيء لهالبيت الراعي الصالح، أنه نقدر نساعدهم بطريقة. فخلقت فكرة الكونسرت وبلشنا ننبش على ميوزيشنز، والميوزيشنز كمان كانوا كتير فايتين معي بالفكرة وكتير محمسين، وهيك صارت. أوكي، هلأ ما بعرف شو عم نشوف، إذا فيك تقولي لنا هيدي هيك تريلر صغير 30 سكندز من شوي تنحطكم بالجو. اوكي، هلا شو رح يتضمن البروجرام؟ الامسيه رح بتصير ب 13 شهر نهار الجمعه المقبل. البروجرام شو رح يكون فيه؟ رح يكون فيه مقسم لدو بارتي. اول بارتي هي كلها تراتيل، وثاني بارتي هي هيت سونجز من الاغاني اللي بنعرفهم مثل مايكل جاكسون، بيتلز، جون لانون، جيمي كليف، اغاني هيك حماسيه شوي وشبابية. بعيد كل بعد عن الدين يعني والتراتيل، بس بتدلع بذات التام اللي هو محبه سلام. اكيد. طيب قبل ما نكفي ونحكي عن هالامسيه لدعم بيت الراعي الصالح، شو بنسمع منك؟ بدك ترتيلي ولا انا بدي اثنين بس نقي اول وحده على ذوقي. دونك اوكي، حتى نسمع لجيمي كليف I can see clearly. يلا. اوكي. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone all the dark clouds that made me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. يعني هذا جزء صغير من يلي رح نسمعه بهيدي الأمسية. وين رح تصير؟ بمارمارونة الجميزة يلي هي كنيسة معروفة بركة بكنيس بيروت. وهون بحب أذكر كمان دعمهم، يعني هيدا الفكرة مزبوط انطلقت من جروب شباب، بس باري شرق بصالح يلي هو كاهن رعية مارمارون كتير دعمنا. وكمان بدي اذكر انه ديجا الببليك تبع مارمارون، لانه انا ديجا برتل بمارمارون، كمان كثير دعمونا وعم بيساعدونا كثير بتحضير الكونسرت. بتحس انه اكيد رح يكونوا حاضرين واكيد رح يجوا يشجعوا؟ اكيد. شو على حال حلو الواحد كمان يغني برعيته ويرتل كمان بهالرعيه وبهالكنيسه مثل ما قلت التاريخيه بقلب بيروت بمنطقه الجميزه. جولي، اليوم الناس يعني قديه بتتحمس لمشاريع لها علاقه بهدف انساني؟ انت اليوم حاطه صوتك مع كل الموسيقيين، حاطين موهبتكم، انتم بتشتغلوا اشياء ثانيه كل واحد بمجال بعيد عن المجال الفني. الناس قديه يعني لهلا قديه شاريه بطاقات؟ كيف فيها تحصل عليها؟ وقديه محمسه تساعد؟ هو إلي الفكرة هيك أول شيء إنه في ميكس أوف إنه تراتيل وأغاني شوي إنه ويرد، إنه يا تراتيل يا لا. أغاني، بس عرفوا الفكرة إنه هي للولاد، بعود راعي هيدا الكونسير للولاد وللسيدات يلي بيعتنوا فيهم البيت الراعي الصالح. صارت هيك شوي أكتر محمسة، وسوفر لحديت هلأ صرنا بيعين بركة توكر من التيكي ثلاث أرباع لكن ولا. هلأ كيف فيها الناس تحصل على تيكتس؟ هو في بكنيسة مارمارون عم ينباع تيكتس، واكيد بليبراري انطوان بكل فروعها، واونلاين تيكتينج اكيد. ممتاز. لكن البرنامج مثل ما قلنا رح يكون منوع ورح يكون باكثر من لغه. مزبوط. بين التراتيل خلينا نسمع شيء بلكي باللبناني او بالعربي. بالعربي لجمانة مدور. يلا. يمكن بيعرفوها العالم، بتخيل. أنا في المدينة. حلوة كتير كمان، قطعة حلوة. أنا في المدينة أمشي مكتئبا، في قلبي خيبتي أنساب تائها، وفي آهات الضيق
أبحث عن طريق، أنت من كنت السبيل، لك قلبي يميل. أرجوك يا ربي انظر لحالتي، أرجوك يا ربي أنا في ضيق. تعال يا ربي ضمت جراحاتي بدمك، ربي دم الصديق. حلو كثير يعني. امبارح كنت عم اتمرن لوقت مأخر من الليل. خبريني تجاوب الموسيقيين وحماسهم كمان معك، كيف عم بيصير توزيع الموسيقى للأغاني؟ كم آلة الكورال؟ ولا نحن عم نتمرن هلا آخر جمعتين ثلاثة، عم نتمرن تقريبا كل يوم. تحضير التراتيل والأغاني كان كمان هيك جمعة، وكل واحد حط القصص هيك اللي عنده إياها باللايبراري تبعيته، لأنه كلنا كذا مرة عاملين كونسرت أو ريسيتال، صرتوا تفهموا مع بعض يعني. فوالا كحماس، في كتير حماس، وكلنا إنه عارفين إنه هيدي الكوز، وبدنا فريمان نعمل ماكسيموم فيها. وكتوزيع أغاني، في ديجا معنا يعني ميوزيشنز ديجا كمان بيعملوا كتير أرانجمان لأغاني، يعني في كتير أغاني أو تراتيل رح نسمعها، بس رح نسمعها بطريقة فولا جديدة. مثل شو الأغاني؟ عندك فكرة عن ريبرتوار؟ يعني صار أكيد عملتوا سيليكشن كأغاني ولا تراتيل؟ يعني شوي من هون شوي من هون. تراتيل في لجومانا مدور، في للإكزو فرنسي، في كمان سيستر اكت او هابي داي، في قصص هيك جوسبل، قصص رايقه، قصص كثير حماسيه. وكاغاني في اللي هلا قلتها لجيمي كليف، في ايماجن لجون لانون، في شو كمان لليز انفوري، في لو بوفوار دي فلور. دونك منوع يعني، كلها بهيدا المنحى، يعني منحى الامل واللقاء. مزبوط. والحب. نحن بدنا نشكرك جولين، حي كل يلي عم يشتغلوا على هالمشروع. ونذكر الناس انه الموعد بكنيسه مرمارون بالجميزه هالجمعه 13 الشهر، والبطاقات موجودين عبيب الكنيسه. اكيد بالنهار تاعي. ممتاز، موفقين، واهلا وسهلا فيك باخبار الصباح. اهلا وسهلا. نحن رح نتابع اخبار الصباح بعد البريك، خليكم.